أهلا بكم بفيديو وشرح جديد عن أساسيات تطوير ووردبريس. موضوع الفيديو انكيو سكريبتس، وسنتحدث عن كيفية إضافة ستايلات وسكريبتات لموقع ووردبريس، إن كان من جهة الأدمن أو من جهة الواجهة الأمامية. وكما تعرفون أن كل الأساسيات موجودة بمسار تعليم الأساسيات، فالآن يفترض أن تعرف الأكشن، الفلتر، والشورت كود. واليوم ستعرف عن انكيو سكريبت وانكيو ستايل، هذه الاشياء مهمة ان نعرفها. كود الذي اكتبه كله موجود ب جيت هاب، طبعا اردت ان تذهب لجيت هاب بكل بساطة من مسار التعلم. يمكنك الذهاب الى مستودع الكود، هنا مصادر التعلم مستودع الكود، وسيتم توجيهك الى ووردبريس ديفلوبمنت. وهنا يوجد البلاجنز التي نكتبها، ولاحقا سنكتب ايضا ثيمز لتعريف بالثيم بشكل اساسي. فهذا فقط، وبعد قليل سنبدأ. بكل بساطة نحن لدينا هذه البلاجنز موجودة هنا لدينا، ونحن قمنا بإنشائها. واليوم أيضا سننشئ بلاجن أخرى سنستخدم فيها معلومات التي معلومات الدرس الانكيو سكريبت. فإذا بداية سأنشئ دايركتوري سأسميه LWM. ماذا نسميه؟ مثلا add styles مثلا، أو add assets. السبب أنني كتبت add assets لأننا سنضيف هنا سكريبت جافا سكريبت، وسنضيف style CSS. حتى لو كنت لا تعرف CSS 100%، أو حتى لو كنت لا تعرف جافا سكريبت 100%، تتبع معي لأن هذه ستحتاج مثل هذه المواضيع عند التعامل مع الإضافات أو القوالب. فكالعادة سنذهب إلى هذا الملف، وسنقوم بإنشاء ملف بنفس الاسم و .php. سنقوم بترويسة ووردبريس فورا، سنضيفها. أصبح هذا الموضوع عادي بالنسبة لك، يجب أن تعرف أن plugin name اسمها سيكون add assets description. ماذا نسميها؟ add javascript و CSS files to WordPress. وأيضا لدينا النسخة، فإذن النسخة نحن اتفقنا نسميها بالطريقة الطويلة، أو يعني من ثلاثة مقاطع 100. text domain اتفقنا سنتحدث عنه، text domain من الأساسيات سنتحدث عنه في وقته، واسمك، هذه الترويسة الأساسية. إذن يوجد أشياء أخرى يمكن أن نكتبها هنا لكن ليست موضوعنا الآن، جيد؟ فإذا الآن هنا ما الشيء الذي يجب أن نكتبه برأيكم؟ هل تتذكرون؟ يجب أن نكتب مسار البلاجن، فبالتالي هنا سأكتب بلاجن هكذا، وهنا سنكتب define constant سنسميه LWM add assets بهذا الشكل، وهنا سنجلب بلاجن دربات الذي هو الفايل مسار الملف الحالي. فإذا قمنا بجلب مسار البلاجن. فإذا الآن الشيء الثاني يجب أن نبدأ فعليا. فإذا قبل البدء بكتابة هذه الملفات، فأنا فعليا أريد إضافة، طبعا هذا هو الموقع، فإذا قمت بزيارة الموقع هنا، فإذا لنفرق بالشيء، هذا اسمها admin panel وهذه اسمها الواجهة الأمامية أو الفرونت اند. نفرق بينهما بشكل سريع. الادمن بانل او لوحة تحكم ووردبريس هي مكان انت تتحكم به بكل شيء. فاذا انت كادمن، او اذا كان معك ادمن اخر يمكن ان يدخل لهذه اللوحة. فاذا هذه اللوحة ليست مفتوحة للجميع، هذه اللوحة فقط خاصة للادمن او المسؤولين عن الموقع. وهذه الواجهة الامامية الفرونت اند هذه خاصة بكل الناس. فهنا يجب ان تفرق، لان ووردبريس يفرق بين هذه الواجهة، ويفرق ايضا بين، يعني هنالك يميز بين هذا وهذا. فعندما نقوم نحن بإنشاء بلاجنز مختلفة، إذا كانت هذه البلاجن مثلا لا يوجد لدينا هنا بلاجن، لكن هنالك بلاجن يكون لديها إعدادات هنا موجودة، فإذا كانت كذلك فهذه البلاجن يتم فعليا تحميل لها ستايلات وسكريبتات بلوحة تحكم. أما إذا كانت هذه البلاجن مثلا تعمل أو تعطي تأثير على الواجهة الأمامية، فيتم تحميل سكريبتات معينة أو جافا سكريبت يعني، أو CSS ستايلات CSS يتم تحميلها في الواجهة الأمامية. فالشيء الذي نحن سنقوم به، بداية نريد أن نضيف ملفات الأسيتس التي ملفات الأسيتس يعني مثل جافا سكريبت، وملفات CSS مثل الصور
إذا كانت إضافتنا فيها صور فإذا ما هي الأسيتس؟ بكل بساطة هي جافا سكريبت، سي اس اس وصور. فإذا أردت إضافة هذا إلى الأدمن هنا، فنحن اتفقنا أن نقوم بشيء تنظيمي، هو أن كل شيء خاص بالأدمن نضيفه بملف الأدمن. فإذا الآن أصبح لدي مجلد يعني أدمن، إذا ذهبت إلى مجلد الأدمن فارغ. فإذا هنا سأنشئ ملف اسمه JS لأضع فيه جافا سكريبت، CSS لأضع فيه CSS. يمكن أن أنشئ هنا ملف اسمه Images لأضع فيه الصور، لكن أنا فعليا لا يوجد لدي صور، لن أقوم بإنشائه. فالآن الآن أصبح لدي CSS ولدي جافا سكريبت من جهة الأدمن، جيد؟ فإذا الآن سأقوم بإنشاء ملف بالCSS اسمه style.css، وهنا فقط سأكتب تعليق This is style CSS from admin، فقط سأكتب هذا التعليق. ربما نكتب مثلا body tag هنا، مثلا background، مثلا نضيف background مثلا pink أو blue، دعونا نقول blue، سأجعلها important مثلا. هذا من جهة الأدمن. وأيضا بالنسبة لجافا سكريبت ملف، سأقوم بإنشاء ملف جافا سكريبت سأسمي script.js، وهنا سأضع فقط console.log this is script from admin panel، أو دعونا نقول script ليس from admin، يعني هو من from my، دعونا نقول admin panel my blogger، حتى يكون الوضع واضح. فإذا هذه للذي لا يعرف جافا سكريبت، ماذا يفعل هذا الموضوع؟ لنتعلمه بشكل سريع، حتى لو كنت لا تعرف جافا سكريبت تعلم معي الآن. فإذا سنذهب مثلا إلى أي مكان، مثلا لأي موقع، لأي شيء، افتح أي موقع، قم بالنقر على inspect، ثم اذهب للكونسل هنا. هذه الكونسل هي اللوحة يضع فيها ملاحظات معينة. فإذا أردت أن أكتب هنا، أكتب معي console.log مثلا، وثم هاي، ما هذا هاي، لاحظوا سيضع هنا هاي. فهذه console.log ماذا تفعل؟ بكل بساطة تقوم بهذه اللوحة، يتم طباعة جملة معينة. فهنا بالنسبة لهذه الجافا سكريبت ماذا تفعل هنا؟ سيتم طباعة هذه الجملة في هذا المكان إذا تم تحميل الملف بشكل صحيح. فإذا الآن لنعود مسار واحد لأعلى ولنرى شجرة الملفات. فإذا لاحظوا لدينا الآن أدمن فيه ستايل، وفيه سي اس اس فيه ستايل، وجي اس فيها سكريبت وفقط. طبعا هذه الملفات كما أخبرتكم أنا، إذا كانت الملفات غير متعلقة بالملف الرئيسي فهي ملفات معلقة ليست لها علاقة بووردبريس، فهذه الملفات هذا مجرد وجودها هنا لا يعني أي شيء، فهي معلقة ليس لها علاقة بإضافتنا. والدليل على ذلك أنا لو ذهبت للأدمن جيد وقمت بالتحديث بهذا الشكل، وثم قمت بفيو بيج سورس وبحثت عن مثلا script.js لا يوجد، بحثت عن style.css لا يوجد. فلماذا؟ لأن بكل بساطة أنا لم أقم بربط هذه الملفات مع هذا الملف. إذن هذه هي النقطة التي نريد الآن أن نتعلمها. فإذن لنتعلمها، فإذن الآن بالنسبة لهذا الملف الرئيسي هذا هو. فإذن هنا أنا فعلياً في هذا المكان أو في هذا الملف الرئيسي أريد ربط ملفات الستايل وملفات السكريبت. فإذا دعونا نضيف مبدئيا ملفات السكريبت، جيد؟ فهنا سأكتب add script to admin بنا. وهنا الشيء الذي سأقوم به، هل يمكنكم التفكير كيف يمكن أن نقوم بذلك؟ هل يمكنكم التفكير فعليا؟ هل لديكم فكرة؟ فعليا عليك أن تفكر فورا بAdd Action. فإذا نريد أن نقول الشيء التالي، أن في المكان الذي فعليا يقوم ووردبريس به بتحميل السكريبتات وستايلات الموقع، أنا أريد منه أن يحمل السكريبت الخاص به والستايل الخاص به. هذه الهوك نيم الذي تقوم بهذا اسمها Admin InQScript. لاحظوا أن هذه Admin InQScript تحمل السكريبتات فقط من جهة الأدمن، ليس لها علاقة بواجهة الأمامية، هي فقط هنا. فإذا هنا سنقوم بأخذ هذا، عفوا سنكتب هنا function، سنكتب نسميه lwn add assets، وسنقوم بتسميته add مثلا
سكريبت. هل نبدأ بالسكريبت؟ كنا نبدأ بالسكريبت، add script، وسأقوم بأخذ هذا وأقوم بإنشاء function له. إذن هذا من أساسيات الأكشن نفسها، لكن الشيء الجديد الذي تعلمناه هنا أن هذا تساعدنا على ماذا؟ تساعدنا على تحميل سكريبت أو ستايل بجهة الأدمن. فإذن الآن هنا فعليا نريد أن نقوم بتحميل سكريبت معين الذي هو script.js، والذي مساره هو مسار البلوجن. فإذن مسار البلوجن التي لدي، ثم لدينا admin، ثم js، ثم script.js. فيمكن أن أحصل على هذا الرابط مثلا script url بهذا الشكل باستخدام plugins url، وهنا أكتب admin js script.js، وثم أكتب الفايل الحالي. الفايل الحالي سيأخذ المسار الحالي الذي موجود في هذا الملف، وهو فعليا مسار الجذر الإضافة، وسيضيف لها admin js script.js. جيد. فهنا لدينا الآن لدينا URL لهذا السكريبت، الآن سنضيفه. هنالك function بوردبريس اسمه wordpress enq. enq يعني في اللاين، يعني في الطابور، يعني قم بوضع سكريبتات، هذا السكريبت ضعه في طابور السكريبتات، هذا يعني enq. وهنالك عدة أشياء يجب أن نكتبها في هذا الفانكشن. أول شيء فعليا هو اسم هذا السكريبت، أو ما يسموه بالهاندلر، يعني اسمه، فقط اسمه. ماذا تريد أن يكون اسمه؟ يمكن أن تضيف له أي اسم، ومثلا سنقول اسمه مثلا lwn assets مثلا script، هكذا اسمه. هذا الهاندلر مبدئيا يعني لا اكتبه اي شيء، لا مشكله، لكن لاحقا هذا الهاندلر يمكن ان تستخدمه في الكود الخاص بك، فلذلك احفظ اسمه، اعرف ان هذا هو الهاندلر لهذا السكريبت، وبالتالي يمكنك التعامل مع هذا السكريبت من خلال هذا الاسم لاحقا، ليس الان، لكن ضع هذه الفكره في بالك. الموضوع الثاني هو نحن يجب ان نضيف هنا السكريبت URL، وفي حالتنا السكريبت URL أين هو فعليا؟ هو نفسه السكريبت URL الذي كتبناه في الأعلى. الموضوع الثاني يجب أن نقول هل هذا السكريبت الذي نحن أضفناه يعتمد على شيء آخر؟ سأكتب array فارغة أنه لا يعتمد على شيء، فإذن وسأشرح ذلك لاحقا، فإذن to do explain more، سأشرح لكم هذا لاحقا. الموضوع الرابع نعم هو أن تدخل إصدار هذا السكريبت، ففعليا إصداره 0100 لأن هذه أول نسخة من هذا الإصدار، من هذا السكريبت الذي قمت بإنشائه. والموضوع الأخير أين تريد وضع هذا السكريبت؟ هل تريد أن يتم تحميله بالفوتر؟ سأكتب true ولنرى كيف سيتم ذلك. فإذن الآن نقرأ مجدداً ما الشيء الذي كتبناه هنا، لم نكتب شيء كثير فعلياً، فقط قمنا بوضع السكريبت الخاص بنا بالطابور، قمنا بطابور السكريبتات هكذا اسميناها بالكيو يعني، وهنا قمنا بإعطاء هاندلر معين يعني اسم معين name، وهنا ثم أعطينا رابط هذا الذي استعنا بفانكشن ووردبريس اسمه plugins URL الذي يأخذ المسار الملف الحالي ويجمع معه مسار فعليا هذا السكريبت الذي هو admin js script.js. وهنا لدينا فقط، وهذا ماذا تعتمد؟ لا تعتمد على شيء مبدئيا، سأشرح عنها لاحقا. ونسخة هذا السكريبت، وهل تريد تحميله بالفوتر؟ نعم. فإذن الآن لنرى بالإضافات تحديث، وأين هي إضافتنا الجميلة؟ سأعطل هذا الإضافة السابقة وسأفعل إضافتنا هذا الجديدة. هل يوجد أي خطأ؟ لا يوجد أي خطأ، ممتاز. إذن الآن هذه هي الأدمن. يفترض الآن إذا قمت بView Page Source هنا يفترض أن أجد script.js، فإذا قمت أنا بscript.js أين هي؟ ها هي. إذن فعليا تم تحميلها بالفوتر، لاحظوا كيف أعرف أنها بالفوتر، أين هو الفوتر؟ فعليا هو بالنهاية، يعني بالنهاية بعد البادي تاغ، أو لنرى أين هو الفوتر قبل إغلاق البادي تاغ. فإذا ها هي. فإذا قمت أنا بجلبها، لاحظوا console.log الشيء نفسه الذي كتبته بالملف،
وأيضا لو قمت أنا بإنسبكت element وكونسل يفترض أن أراها وبالفعل رأيتها. This is script from admin my plugin. واضح؟ فالآن نجحت في تحميل السكريبت الخاص ب السكريبت الخاص ب جافا سكريبت. الآن أريد تحميل ستايل، فيمكن أن أحمل الستايل هنا أيضا بنفس الفانكشن، بنفس فانكشن InQScript. فإذا هذا الفانكشن اسمه InQScript، من اسمه يمكن أن تفكر فقط سكريبتات جافا سكريبت، لكن فعليا هو يحمل، يمكن من خلال هذه الهوك أن تقوم بإضافة scripts وstyles معا. لكن بالداخل الكول باك هذا يجب أن تضيف WordPress InQScript، وبالنسبة للستايل فيجب أن تستخدم فانكشن آخر اسمه WordPress InQStyle. فبالتالي هنا سأقوم بوضع سطر جديد هكذا، وهنا سأكتب InQStyles. سأستخدم فانكشن اسمه WordPress InQStyle بدون S. ونفس الفكرة، بداية يجب أن أعطي اسم لهذا الستايل، إذا سأعطيه مثلا WordPress LWN، ما الشيء الذي أسميته سابقا؟ هذا أسميته Asset Script، هذا سأسميه Style. وهنا يجب أن أضيف له URL، فإذن URL نفس الشيء، يمكن أن أستخدم هذا أضعه هنا وأكتب هنا بدل Script Style URL، وهنا مكانه فعليا بأدمن CSS، وهنا Style.css، وبالتالي هنا سأكتب Style URL. ونفس الفكرة، هل يعتمد هذا على شيء؟ فأنا أكتب لا يعتمد على شيء فعليا. ونسخة هذا الستايل، فإذا النسخة هي واحد مبدئيا، لأن هي واحد فعليا أول نسخة. والموضوع الأخير سنكتب all هنا، والآن سنقرأ لماذا all، وانتهينا. فإذا هنا قمت أنا بتحميل الستايل، فمرة أخرى أعطيت هذا الستايل اسم، أضفت له URL، هل يعتمد على شيء معين؟ لا يعتمد على شيء معين، نسخته، وثم كتبت all. فإذا لنرى كيف سيتم تطبيق هذا الستايل، فإذا F5 أو تحديث، لاحظ ظهر كل شيء هنا بالأزرق بسبب الذي كتبته هنا. فإذا كتبت كل شيء بالأزرق background blue. وأيضا إذا قمت بتحديث هنا وبحثت عن style.css، لاحظوا ها هو موجود. وبالنسبة للهاندلر الذي أضفته الاسم، لاحظوا أين هو الاسم، ها هو نفسه، لكن WordPress أضاف له CSS. بالنسبة للscript.js الذي أضفته أيضا الهاندلر تم إضافته هنا LWN script، لكن WordPress أضاف له -js. قبل الانتهاء من هذه الفقرة يجب أن نذهب لWordPress وأخبركم عن شيء. WordPress InQ style، نريد أن نقرأ عن all التي أخبرتكم عنها، لماذا وضعناها all؟ فها هو الفانكشن، ولنرى. فإذا هو InQ style sheet، يعني وضع الستايل شيت بطابور الستايل شيت. ولاحظوا بداية أول شيء الهاندلر أو الهاندل يعني الاسم، الهاندلر يعني الاسم، والسورس يعني رابط هذا. لاحظوا هذا الرابط يمكن أن يكون external، ويمكن أن يكون من WordPress كما هو في حالتنا. هنا الأشياء التي تعتمد عليها هذا، فالآن سأتحدث عن هذا الموضوع. وهنا النسخة، والأخير هو الميديا. فإذا الميديا الخاصة بالستايل شيت، عادة نحن نكتب all حتى يتم قبول كل الميديا. فهل تريد أنت تقبل كل أنواع الميديا، أما في حالة البرنت فقط، أما في حالة السكرين، أو شيء معين، أن يتم تطبيق هذا على كل الديفايسز، كل أنواع الميديا، أم تريد تطبيق مثلا على برنت، سكرين، إلى آخره. فنحن نقول all، والديفولت هو all إذا أنت لم تحددها. الآن بخصوص موضوع يعني على ماذا تعتمد هذه الستايل شيت، أو على ماذا يعتمد هذا السكريبت. فأحيانا مثلا نريد أن نكتب سكريبت، هذا السكريبت يعتمد على ماذا؟ يعتمد على library أخرى. يعني مثلا تكتب script يعتمد على jQuery،
فيجب أن نقول أن هذا السكريبت الخاص بنا يعتمد على jQuery. فالشيء الذي سيحدث أن WordPress عندما تقوم بتحميل هذا السكريبت الخاص بنا ستحرص كل الحرص أن يتم تحويل أن يتم تحميل مكتبة jQuery قبل تحميل السكريبت حتى يعمل. واضح؟ فمثلا هنا يمكن أن أقوم بكتابة مثلا هنا مثلا أكرر هذا أو لا أريد تكرارها لنتدرب وننشئ شيء مختلف هنا. فإذا هنا سأكتب add script to admin panel. الhook name يمكن أن أستخدمها أكثر من مرة لا مشكلة، لكن بالنسبة لهذا الفونكشن add هنا سأكتب jQuery scripts، وهنا بالcall back سأكتب add jQuery scripts. جيد. فإذا هنا سأمسح الستايل، هذه فقط jQuery scripts. فإذا هنا سنسمي هذا السكريبت سنسميه هنا بالاسم الآن سننشئه jQuery script، بمعنى آخر هذا يعتمد على jQuery. وهنا سنكتب jQuery script، هكذا الهاندلر سنسميه هاندلر أو هاندل يعني اسمه، وهنا السكريبت URL نفسه كما عرفته. الآن هو يعتمد على jQuery فسأكتب هنا jQuery. إذا كان يعتمد على مكتبات أخرى يمكن أن أضعها هنا. واضح؟ فالآن في هذا الملف في هذا الملف الذي اسمه admin.js jQuery.script.js هنا يمكن أن أكتب jQuery script، يعني script يعتمد على jQuery، وسيعمل هذا فعليا لأن سيتم تحميل مكتبة jQuery قبل أن يتم تحميله فعليا. فلنرى ذلك كيف ذلك. يعني هنا يمكن أن أكتب jQuery و document، وهنا هذه فقط ان document ready حتى استخدمه. وهنا يمكن ان اكتب مثلا alert hello from admin jQuery script. فالان اذا قمت بالتحديث لاحظوا جاءني الalert، وبجافا سكريبت الalert يعني يظهر لك هذا المربع وفيه الكلام الذي تكتبه بداخل alert. فحتى لو كنت لا تعرف جافا سكريبت وحتى لو كنت لا تعرف jQuery عليك أن تعرف ما أقول. لماذا؟ لأنني أشرح لك وأوضح لك. فبخصوص jQuery هنا، jQuery هي مكتبة من مكتبات جافا سكريبت، فالكود المكتوب هنا بكل بساطة يعني عندما يتم تحميل الديكيومنت كله، هذه الصفحة عندما يتم تحميلها فعليا وتصبح جاهزة، قم بعد هذا المربع الذي يقول هذا. بكل بساطة هذا معنى الكود باللغة العربية، والشيء هذا الشيء الذي فعلا قمنا به. فإذا كتبنا هذا الشيء الذي حصل وتم تنفيذه، فلن يعطي أي خطأ هنا بالكونسل. السبب لماذا لم يعطي خطأ؟ لأنني أنا قلت هنا أن هذا الكود يعتمد على jQuery، فتم تحميل مكتبة jQuery أولا ثم تم تحميل هذا السكريبت. المعلومة رقم 2 التي ربما أنت تتساءل تقول طيب أين jQuery؟ أنا لم أضع jQuery، أين هي؟ WordPress فيه jQuery، يعني WordPress بالكود الخاص به فيه jQuery وموجودة، فلا داعي أن تحمل jQuery خاصة بك، أنت تستخدم jQuery الموجودة مع WordPress. وهذا شيء ضروري لأنك إذا حملت jQuery الخاصة بك يمكن أن يحدث تضارب في الموقع، لأن نسخة jQuery في WordPress تختلف ربما عن النسخة التي أنت ستحملها، سيحدث نوع من التضارب. فمن الأفضل ماذا تفعل؟ تستخدم jQuery التي تأتي من WordPress أو التي يدعمها WordPress بهذه الطريقة. الآن إذا ذهبت إلى الواجهة لاحظوا أنا هنا بالأدمن كما اتفقنا وقت سابق نحن أدمن، وقمت بإضافة السكريبتات للأدمن. لكن إذا ذهبت أنا مثلا للواجهة الأمامية هنا وقمت بView Page Source، فإذا لا يفترض أن أرى أي شيء قمت به في لوحة التحكم. فإذا script.js لا يوجد، style.css لا يوجد، لأن هذا لم أقم بتحميل هذه السكريبتات بالواجهة الأمامية، أنا حملتها بالأدمن. فإذن الآن لاحظوا قمت الآن بالإنكيو للأدمن، وضعت السكريبتات وضعت الستايلات مع الأدمن بلوحة التحكم أدمن. الآن نريد أن نضعها أين؟ في الواجهة الأمامية، نريد إضافة سكريبتات للواجهة الأمامية. فمرة أخرى نذهب لنرى ملفاتنا، فإذن هذه هي ملفاتنا. فإذا هذه الأدمن أنا وضعت فيها CSS وجافا سكريبت هنا، وهذا فعليا وصلتها مع هذا الملف وجعلتها يتم تحميلها بالأدمن. أنا أريد أن أنشئ نفس الفكرة، فإذا هنا بالببليك هكذا سأذهب للببليك هكذا هنا
وسأنشئ نفس الفكرة، سأنشئ JS و CSS. بالداخل JS سأنشئ script.js، وبالداخل CSS style.css. واضح؟ والآن لنرى الملفات. نلاحظ الأدمن والpublic هنا فيه نفس الستركشر، يعني لاحظوا التنظيم، هذا كله تنظيم وليس له علاقة يعني أن هذه هي ووردبريس هكذا تعمل، لا هذا تنظيم وتنظيم جيد فعليا. أن نضع، أن نفرق بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية. فالآن هذه الملفات نريد أن نربطها مع الملف الرئيسي، فكيف ذلك؟ بكل بساطة نفس الفكرة هنا، سأقوم بلصقها، بنسخها ولصقها هنا في الأدنى. فإذن هنا سنكتب add script to front end أو الpublic يعني. وهنا الأكشن، لاحظوا الأكشن أين يتم تنفيذ هذه الأكشن؟ عندما يتم تحميل سكريبتات الأدمن. أنا فعليا أريد أن هذه الأكشن الذي أريد أن أقوم بها يتم تحميلها عن تحميل ملفات ووردبريس. ووردبريس يعني التحميل بالواجهة الأمامية. فإذن ووردبريس in queue scripts نفس القصة. الفانكشن add scripts to public وهنا سأسميه to public، وهنا يوجد jQuery سأمسحها، جيد. وهذه هي فقط، الآن فقط يجب أن نعدل السكريبت URL هو مكانه بالpublic واسمه lwn script، يمكن أن نسميه نفس الشيء هنا مثلا script public، ونفس القصة script URL، وهذا شرحناها عن تعتمد على ماذا؟ نسخة، هل تريد تحميل بالفوتر؟ ترو، سنجرب الآن فولس حتى تروا أين سيتم تحميلها. إذا كتبت ترو سيتم تحميلها بالفوتر أدنى الصفحة قبل إغلاق البادي تاج، لكن إذا فولس ماذا يعني؟ سنتحدث عن ذلك. بالنسبة للستايل نفس القصة، إذن الستايل هي موجودة بالبابليك CSS style، وهنا سنسميها style public نفس القصة وفقط. لكن أيضا علينا ماذا؟ علينا أن نقوم بإضافة شيء بهذه الستايلات. فمثلا بالpublic CSS style هنا أريد أن أضيف شيء، فإذا styles from public، وسأكتب هنا body مثلا background، سنجعل الباكجراوند الآن brown، ما رأيكم brown؟ سأضيف لها important. وبخصوص الpublic script JS script سأقوم بكتابة console.log، وال console.log ستكون هنا ماذا؟ hello from my plugin public files. فإذن الآن سنحدث لنرى هل يوجد مشاكل. لا، مباشرة أصبحت الصفحة براون. لاحظوا بالأدمن أنا جعلتها بلو، هنا بالpublic جعلتها براون، أو ربما تبدو لديكم ريد يعني، لكن لون مختلف يعني. فإذا هنا بالinspect element console لاحظوا hello from public files، نجحنا فعليا. وإذا قمت بview page source سأبحث عن السكريبت، فإذا لاحظوا ها هي الهاندلر كما كتبته فعليا. ولاحظوا هذا السكريبت يتم تحميله بالhead tag وليس بأدنى بالهيد تاج وليس قبل الإغلاق البادي تاج. ولماذا؟ لأنني كتبت هنا فولس. فإذن الآن مجرد أن أكتب ترو أن أريد تحميله قبل البادي تاج، قبل إغلاق البادي تاج، فبالتالي هنا هذا السكريبت سيصبح في الأدنى، هاهو قبل إغلاق البادي تاج. واضح؟ بالنسبة للستايل، فإذن style.css، فإذن ها هو، وهذا الهاندلر الذي أضفته أو الهاندل، وهذه هي المعلومات، جيد؟ فإذن جميل جدا. هذا سأعيدها لفوس، السبب أن عندما تتعلمون مع هذه الإضافة أريدكم أن تروا أن هذا الأولى true والثانية false لتغيير يعني والتعلم. سأكتب false، أن سأكتب load in the head tag، وهذا سأكتب load before the closing body tag الذي هو هذا، جيد؟ الآن ممتاز. الآن الشيء الذي سنتحدث عنه هو مثلا إذا أردت أن تضيف مثلا سكريبتات خارجية وليس سكريبت، مثلا أردت أن تضيف مثلا library خارجية وليست موجودة مثلا مع ووردبريس، فيمكن ذلك بنفس الطريقة، والرابط لا داعي أن يكون موجود
على جهازك يعني هنا، أو عفوا يعني ملفات البلج، الإضافات الخاصة بك يعني هنا، الملفات السكريبت، ملفات كل شيء موجود معي في نفس الإضافة. لكن ماذا لو أردت مثلا إضافة CDN لشيء معين، للايبراري معينة؟ فبهذه الحالة مثلا نريد تحميل مكتبة بوتستراب، فسنبحث بوتستراب، هذه هي. فإذا لاحظوا البوتستراب، فإذا هذا مثلا include via CDN، فهنا لدينا رابط الجافا سكريبت، هذا جافا سكريبت، لا هذا CSS، وأعتقد هذا رابط جافا سكريبت وهذا رابط جافا سكريبت. فإذا لدينا رابطين، الأول CSS والثاني جافا سكريبت، فكيف يتم تحميله بووردبريس؟ فإذا بكل بساطة مرة أخرى بنفس هذه الملفات، لكن الشيء الذي سأقوم به، أنا أريد فعليا تحميل بوتستراب للواجهة الأمامية وليس للواجهة الخلفية. طبعا هذا خياري الآن، هذا لا يعني أن هذه هي الحالة دائما، أنت تريد أن تحملها للواجهة الأمامية، تحملها للأدمن، أنت حر. أنا أريد الآن تحميلها للواجهة الأمامية، فإذا add bootstrap to the front end، وهنا نفس الشيء سنستخدم WordPress in Qt scripts، وهنا add بدل script سنكتب add bootstrap، سنأخذ هذا الفانكشن ونكتبه هنا، وهنا سنقوم بإضافة bootstrap. فإذا لدينا add js bootstrap.js ولدينا bootstrap.css. فبالتالي بالنسبة لـ css هذه هي نفس الشيء هنا، لكن نغير الهاندلر، نقول lwn أو نكتب هنا bootstrap css. وبالنسبة للـ url فعلينا أن نأخذ الـ url من مكان وجوده فعليا، فإذا هذا هو الـ url، فإذا هذا هو الـ URL، تأخذ فقط الـ URL لا تأخذ كل شيء، سأنسخه وأضعه هنا. جيد، يوجد خطأ، ما هو الخطأ؟ لا يوجد، هكذا جيد، ممتاز. فإذا أضفت البوتستراب الآن بالنسبة للـ CSS، الآن أريد إضافتها نفسها بالنسبة لجافا سكريبت، لكن هنا يجب أن أكتب سكريبت، وبالتأكيد الأخيرة ليس all هذا، هل تريد تحميلها بالفوتر أم بالهيدر؟ أعتقد بالهيدر، ما رأيكم؟ ليس بالفوتر، فإذا فولس. بوتستراب لا يتم فعليا لا تعتمد على شيء، أو تعتمد على jQuery، بوتستراب تعتمد على jQuery، فبالتالي هنا سأكتب jQuery، وهنا سأكتب بوتستراب js، وهنا يجب أن أحضر لرابط بوتستراب، فهذا هو. فإذا هنا أين هو؟ هكذا، وأقوم بالنسخ copy وأضعه هنا هكذا، جيد وانتهينا. فإذا الآن قمت بتحميل مكتبة بوتستراب في الواجهة الأمامية. فإذا الآن عفوا الشيء الذي حصل، فإذا الآن لو ذهبت لموقعي هذا وتحديث، جيد، فإذا لاحظوا تحمل شيء ببوتستراب، على فكرة لاحظوا أصبح هنالك ألوان شيء معين. لكن الآن لو ذهبت ل view page source هنا وتحديث، وأريد الذهاب هنا لبوتستراب، هيا فإذا لاحظوا ووردبريس يضيف CSS وأنا كتبت CSS، فتغير أصبح لدينا CSS CSS، لا مشكلة، يمكن أن تغير الهاندل أو الاسم لاحقا. الآن سأفتح الرابط، لاحظوا هذه هي بوتستراب CSS، أصبحت موجودة ضمن موقعي. وأيضا أريد بوتستراب الأخرى التي هي JS، ها هي بوتستراب JS، فإذا سأفتحها. فإذا الآن لدينا كود JS، وهذا كود JS يعتمد على jQuery، فيفترض أن ووردبريس يقوم بتحميل jQuery قبل أن يقوم بتحميله. فإذا لاحظوا فعليا، لاحظوا، أعرف أن صعب الرؤية الآن، لكن دعوني أكبر حتى أريكم، لأن هذا شيء فعلا جميل جدا. لاحظوا الووردبريس هنا، هل يمكنكم الرؤية الآن؟ لاحظوا حمل jQuery، ها هي jQuery، ثم حمل بوتستراب، لأن بكل بساطة أنا كتبت أن البوتستراب.js تعتمد على jQuery، وjQuery لم أضفها بنفسي لأن ووردبريس موجودة فيه بشكل تلقائي. فأعتقد هذا هو موضوعنا الآن، انتهينا فعليا من هذا الدرس، تعلمنا الكثير، تعلمنا كيفية إضافة السكريبتات لووردبريس، إما عن طريق، يعني قمنا بإضافتها عن طريق إضافة، لكن نفس الكود سيتم كتابته في القالب لإضافة سكريبتات عن طريق القالب، إذن هو ليس موضوع متغير بالنسبة للقالب. بالنسبة يعني كيف
يعني أنا أقول أن نحن نشرح أساسيات قوالب وإضافات، لكن فقط الآن نطبق على الإضافات، لأنني لا أريد التشويش فعليا عليكم. فبداية سنسير مع الإضافات، نتعلم الأساسيات مع الإضافات، ثم نذهب للقوالب نتعلم نفس الأساسيات مع القوالب حتى تروا أن هذا الشيء نفسه مطبق مع القوالب، لكن يعني بطريقة مختلفة من ناحية أن أين أضع هذا الكود، في أي مكان، يعني المكان يختلف لكن الكود نفسه. فإذا هذا الكود نفسه يمكن أضعه بقالب، يمكن أضعه بإضافة، يعمل جيد. فإذا هذا هي القصة.